ولا درينا من المسؤول حقنا. نتصل بالمحافظة، المحافظة يقول مش جارينا، كلم المناديب ما مش جارين، منو عادوا المسؤول حقنا؟ ما احناش عارفين منو المسؤول علينا. الآن احنا هنا جالسين تخلصنا من الحمى والحار هذا، يعني خلاص مقاتل هنا. كل الشباب منتهين، الجروح حقهم عفنت. وشلوا احنا من محافظة تعز إلى محافظة عدن، قالوا لنا الرحلة اليوم بكرة، اليوم بكرة. الآن لنا نص شهر هنا، ولا أي واحد يعني شرح البناء. ما كانوا احنا يجيبوا لنا سفينة، يجيبوا لنا طائرة، يجيبوا لنا طائرة حربية، ما درينا ايش كيف. تقرر سفرنا إلى جمهورية السودان بحسب نزول اللجنة الطبية من رئاسة الجمهورية إلى محافظة تعز. استدعونا إلى عدن في السبت الموافق 19/8/2016. نزلنا إلى عدن عبر طريق وعرة جدا، وكما تعرفون طريق طالو قبل افتتاح الضباب وصولا إلى هنا. وعودت والوعودات من ذاك اليوم إلى يومنا هذا 14 يوم. أنا شخصيا كنت مقرر لي إجراء عملية إغلاق كلستومي في مستشفى الروضة في يوم الأحد الموافق 20/8/2016، ولحد الآن لا سفر ولا خلونا نفتح العملية لا هنا ولا قالوا لنا رجوع لا تعز. نناشد الأخ محافظ المحافظة علي محمد ناصر المعمري والأخ مدير مكتب المحافظة الأستاذ أحمد سيف المعمري بأن يقوموا بحل جذري للجرحى، بحيث أن الجرحى يعيشوا حالة مأساوية بامتياز. شدة الحرارة، قروح فراشات، حالتهم مأساوية يرتالها. ذا أخي العباس أصيب عن طلقة كالناس في رأسه، مادة شلل يعني في يد اليمين ورجل اليمين، يعني ولن حالته يعني لن مشلول، وكلام ثقيل يعني ثقيل والتركيز. ووعدوا نحن انه بيسفروا يعني بين الدفعه هذه الاولى، لنا 15 يوم هنا منتظرين للطيران. الطيران يقولوا انه تاخر، وان اليمنيه الذي رفض يعني تودي القرحه، وان يعني ادري ما سبب، لا نعلم ما سبب التاخير. وحالته يعني تزداد بكل ما تاخر، وتجيه حاله نفسيه يعني. و زميلي مراسل كل حول رصيد باقي المحافظ. طلقة بالرأس، طلقة بالرأس، وشلل نصبي، شلل نصبي. لا سفر ولا سفر. أنا مرقمين هنا، لا سنة مرقمين، سنة والله سنة مرقمين. لا صرفه، ما قطعوا لنا صرفه، ست شهور ولا صرفه ولا أي شيء. ما قدمين كل.
الذي تعالقوا هناك في داخل تعز عادوا إلى المعارك، والذين ذهبوا إلى الخارج على جمعيات أو على حساب الخاص عادوا إلى المعارك، والذين الآن هنا موجودون يريدون العلاج سريعا ليعودوا إلى أرض المعارك. نحن نريد نشتاق إلى أرض المعارك، ما أتينا إلى المكيفات وإلى العمائر وإلى الفنادق وإلى الشوارع، ما نريد أي مكان غير مكان الأرض العزة والحرية والكرامة، أرض المعركة، أرض الجهاد. فالآن نناشد ونكرر ونكرر ونكرر، إذا كان في لديهم إحساس شعور بألمنا بمضاعفات جراحنا، شعور بالمسؤولية التي الآن منحتهم الشرعية، وهناك من قاتلوا وقتلوا استشهدوا، نعم استشهدوا وجرحوا، هناك من فقدوا، هناك من اعتقلوا من أجل الحفاظ على الشرعية، فهل يرد الجميل ويجاز الجزاء الإحسان؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ نحن لا نريد منهم جزاء ولا شكورا غير أننا نضمد جراحنا فقط ونعود إلى أرض المعركة. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ابن عماد غالب حسن فارع عبد الله حميري، أصاب في جبهة الضباب في كسارة يوم 25/11، والآن هذا مشلول نصفي، خبر ما فيش، قوم ما فيش، بقول له بقول الاتحاد تمام، ولا قوم بقول علينا يقطعوا تقرير بعد تقرير عندهم من ولا يطلع اسمهم بالنظام الجرحى، يقعدون من يوم ليوم ولا يطلع اسمهم، يقولوا هذا ما يحتاج سفر للخارج، شوف كيف حالته، وبنا هنا على رقمها لنا 11 شهر روحنا قاسين في عدن، ولا قوم بقول لا مصارف ولا حاجة. نشد التحالف والقيادة السياسية يعملون حل للمرض هذا.